كليت زين سبة ضرسي، لذلك بدلع نفسي بالفطور. الإفطار شهي والمكونات بسيطة، يعتمد على جبنة فيتا والطماط الكرزي والزيتون. طماط كرزي، زيتون نوعين، عندنا الروزماري والزعتر بالسمسم. دام الدعوة به جبن ما مثل الزعتر، وحط شوي روزماري ما يضر. فلفل أخضر، فلفل أسود، الحبيب الليمون، وزيت الزيتون. نحرك هالمكونات. يا سلام، ما شاء الله، ودك تاكله كذا. الطبق الشهي هذا شفته قبل يمكن شهر فيديو اعجبا اسمه فضيتني يا زين. الفيتا مالحه والزيتون مالح والليمون حاضر، لذلك ما يحتاج ملح. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، هذا الشكل قبل ما دخل الفرن، ودك تاكله الحين. الله الله، تخيل نكهة الزعتر وريحة الليمون وهالطماط الكرزي ذايب مع الزيتون. ما شاء الله تبارك الله. الله الله يا الطماط، والله يا جماعة مفاجأة، طعم لذيذ بما تعنيه الكلمة.